تجربتي في موهبة كأول فرصة لي هالسنة كان في برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي. كانت التجربة جدا ممتعة ومثرية بالمعلومات، استفدت منها أنواع الطاقة المتجددة وتعلمت يعني من أنواعها الطاقة، طاقة الرياح وطاقة الشمس وكيف نحولهم إلى كهرباء. طموحي في المستقبل أنه أمثل المملكة العربية السعودية خير تمثيل في مجال الطاقة المتجددة. نصيحتي للطلاب والطالبات اللي يقدروا يدخلوا موهبة أنهم يختبروا ويدخلوا برامجهم، لأنها فرصة جدا عظيمة وجدا ممتعة وجدا ذهبية، فراح يستفيدوا وراح تفيدهم في المستقبل.